ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم جرمين المحلاوي في ريفيو جديد عن جهاز جديد زي ما عودتكم ومتعودين معايا دايما على اي حاجة بجيبها سواء اونلاين او من اي محل بقول لكم اسعارها وبقول لكم تجيبوها ولا لا وكل المعلومات عنها. يلا بينا النهاردة عندنا ريفيو حلو جدا عن العصارة الحلوة دي، عايزين تعرفوا ماركتها وسعرها وجبتها منين عشان نعمل كوباية عصير البرتقال المفيدة الجميلة دي. كملوا معايا الفيديو للآخر وبليز ما تنسوش تعملوا لايك 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 واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد بنزله. كملوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بقناتي أنا جرمين المحلاوي. النهاردة جايبة لكم ريفيو زي ما عودتكم معايا بكل حاجة بجيبها بعمل لكم بيها ريفيو وأقول لكم إذا كانت كويسة ولا لا. دلوقتي بقى أنا معايا عصارة البرتقال اللي هي ماركة تاتش. زي ما انتوا شايفين العصارة هي الجسم بتاعها من هنا بلاستيك لونها فضي في اسود، وهي استلس اللي هي المصفى بتاعتها. العصارة حلوة جدا ممتازة، هوريكم دلوقتي القوة بتاعتها واقول لكم جبتها بكام. انا جبتها ب 450 جنيه، هي 80 واط. انا شفت اللي هي العصارة اللي هي توشيبا وتورنيدو وماركات تانية كتير بصراحة، بس كانت 30 و40 واط بس. لما شفتها حسيت ان القوة بتاعتها ضعيفة، والتاتش بتاعها بتاع اللي هي البكرة اللي بتلف وبتعصر البرتقان دي ضعيفة، ولازم تضغطي جامد جدا بالبرتقان علشان دي تبتدي تلف زي ما هوريكو دلوقتي. لكن العصارة دي 80 واط، وبصراحة اولا الديزاين بتاعها والوانها شكلها حلو جدا، وفي نفس الوقت قوتها حلوة جدا. احنا تملي كده بنعمل كده انا والولاد وجوزي والاسره، بنعمل حفله عصير برتقال زي ما احنا عاملين بقى كده دلوقتي. هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. انا دلوقتي مقطعه البرتقال اللي شكله يفتح النفس القمر ده، هنبتدي بقى نعصر البرتقال. وهوريكم بس الاول العصاره، ده الغطا بتاعها اهي، بصوا الجزء ده فيها اهو اللي هو بيلف ده، هما دول اتنين في بعض، يعني هما داخلين الاتنين في بعض بالشكل ده. والجزء ده اهو بصوا زي ما انتوا شايفين ده الجزء اللي بينزل فيه العصير، بتتركب بكل سهولة اهي بس كده. واللي عندنا اللي هي دي اللي هي بينزل، دي ميزة فيها حلوة جدا ما شفتهاش ان هي في كل العصارات، دي بتطلع كده زي ما انتوا شايفين الصوت ده، وبعد كده ممكن تنزلوها كده علشان نحط الكوباية وتبتدي تعصر البرتقال. وبس كده هنركب بقى الجزء ده. وبصوا يعني انا ايه هي، بس مش ياسين نحط الفيشه كويس. بصوا بصوا شايفين بايدي تاتش بسيط جدا. اللي هي بقى 30 واط و40 واط لازم تضغطوا جامد جدا علشان دي تلف وما بتبقاش قويه، انما دي 80 واط فحلوه جدا. وسعرها زي ما قلت لكم 450 جنيه، انا كنت جايباها من التوحيد والنور. يلا بينا بقى علشان نشوف واحنا بنعصر البرتقال كده، بجد بيبقى شكلها حلو جدا، وبتعملوا عصير برتقال فريش بدون اي ميه نهائي. طبعا العصير البرتقال ممتاز جدا جدا في الوقت اللي احنا فيه اللي هو كورونا والحاجات دي، ربنا يعفو عن الناس جميعا يا رب. ففكرة عصير البرتقال للأسرة كلها حاجة مفيدة جدا بفيتامين سي. يلا بينا بقى علشان أوريكم شكلها وهي بتعصر، بصراحة بتبقى عسل جدا. دلوقتي هنبتدي نعصر اهي كل اللي أنا بعمله. أنا طبعا مقطعة البرتقال نصين بالشكل ده، أنا طبعا عشان ماسكة بإيد، شايفين العصير عسل ازاي. قوة العصارة جميلة، بصوا شايفين ال ايه العصير نزل منها كله. بس بالشكل ده هكمل بقى الكوباية واوريكم بعد كده هنعمل ايه. And to keep reminded warm, all the things I said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. زي ما احنا شايفين كوباية العصير البرتقال القمر دي، ونحط معاها شوية عسل ابيض عشان
يعني تكتمل كده القيمة الغذائية بتاعتها. هنقلب تقليبة بسيطة. كوباية عصير البرتقال دي علشان تجيبوها من بره بندفع فيها 25 جنيه، فانتوا بال25 جنيه دول لا، روحوا جيبوا عصارة وقعدوا عصروا كده في البيت انتوا والأسرة كده مع بعضيكم. ونحط بقى الغطا الجميل ده، وكمان الشاليمون. زي ما احنا شايفين عملنا كوباية عصير البرتقال الحلوة الجميلة دي، كلها فوائد وفيتامينات بالعصارة الجميلة. بجد جيبوها، الماركة بتاعتها تاتش زي ما قلتلكو. ويا رب الريفيو تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم على خير في ريفيو جديد وجهاز جديد واي سلعة او منتج جديد نتكلم عليهم ونقول رأينا فيهم ايه، واذا كنتوا تشتروهم او لا. يلا اشوفكم على خير، سلام.